قناة ماريانا نحو فكر أفضل. يا ربي يا ربي. السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. جميع الطلاب برغم من اجتهادهم ومذاكرتهم إلا أنهم يشعرون دائما بأن كل شيء قاموا بفهمه وحفظه ومذاكرته سوف يفقدونه وقت الحاجة إليه، وهذا وسواس فقط، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا أبدا، ويعطي لكل مجتهد نصيبه من اجتهاده، ولا يضيع تعب أي طالب، فالله كريم يحب متقنين أعمالهم. ولذلك هنا يأتي دور الدعاء في أوقات الامتحانات، فيكون له أهمية كبيرة في إدخال الطمأنينة على قلب الطالب، كما أنه أثناء دعائه يستودع كل تعبه بين يدي الله ويطلب منه أن يذكره به وقت حاجته إليه وقت الامتحان. وإليكم دعاء النسيان في الامتحان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إني استودعتك العلم الذي علمتنيه، فرده إلي عند الحاجة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا إله إلا هو العليم العلام، علام الغيوب، الحكيم الخبير، الحافظ الرقيب، المبين الهادي. اللهم ارزقني قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن. اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، واحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة. اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع علي ضالتي. اللهم استودعتك ما أتعلمه، فرده إلي عند حاجتي إليه، ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني استودعتك ودائعي، فردها إلي إني في حاجة إليها الآن. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم، وأكرمني بنور الفهم، وافتح علي بمعرفة العلم وحسن أخلاقي بالحلم، وحبب إلى قلبي وعقلي ونفسي وكل جوارحي القراءة والدراسة والتعلم والمطالعة. اللهم ألهمني علما أعرف به أوامرك وأجتنب به نواهيك، وارزقني بلاغة فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين، وعلمني أسرار حكمتك يا حي يا قيوم، يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعماء، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا سامع الدعاء، يا حاضرا ليس بغائب، يا موجودا عند الشدائد، يا خفي اللطف، يا حليما لا يعجل، يسر أمري. اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك
أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهمنا الإجابة عند السؤال والنجاح في الامتحان. آمين يا رب العالمين. اللهم افتح لي أبواب حكمتك، وانشر علي رحمتك، وامنن علي بالحفظ والفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا اللهم بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بالكتاب بصري، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا منجا ولا ملجأ إلا إليك. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علي رحمتك، وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سألت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تفرج عني ما أنا فيه، وأن تكفيني شر الحاسدين والمعادين، وانصرني عليهم بنصرك وتأييدك يا قوي يا معين. اللهم نسألك التوفيق والهداية والرشد والإعانة والرضا والصيانة والحب والإنابة والدعاء والإجابة. اللهم ارزقنا نورا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل. اللهم قنا شر الإنس والجان، واخلع علينا خلعة الرضوان، وهب لنا حقيقة الإيمان. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، وصفحا جميلا، وشكرا كثيرا، وذكرا طويلا، ورزقا وفيرا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وفي النهاية أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، ولا تنسوا مشاركة الفيديو وتفعيل زر الجرس، وادعمونا بلايك وتعليق مميز تحت الفيديو. وبكم نكبر، وإلى اللقاء بفيديو آخر جديد، مع تحيات أختكم مريانة.